الشطرنج لعبة جميلة وممتعة، ولكن وراءها أفكار دراسية ربما معقدة، وقد رأينا الكثير من الدراسات الجادة، ولكن في هذه السلسلة سنبتعد كثيرا عن كل ما هو معقد ونعطي الشطرنج للمتعة، وسنرى في كل فيديو من هذه السلسلة أدوار قصيرة وأيضا مواقف مثيرة، سواء تكوينات أو نهايات أدوار تنتهي بنهاية مفاجئة. وسيكون لدينا في كل فيديو أحد الضيوف، مثلا كبول مورفي، أو من العصر الرومانسي ككابابلانكا وأليخين، أو ربما ينضم إليهم في شارواتيل وكاسباروف وكربوف. والآن هيا نشاهد ونتذوق ونستمتع. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في الفيديو رقم 9 من سلسلة الشطرنج للمتعة. هنتعرف في هذا الفيديو على أحد الضيوف من إنجلترا، سامويل بدوين، وهو أستاذ شطرنج رائع وكذلك محرر لمجلة الشطرنج المعروفة ذا فيلد. ويكفيه فخرا أن مورفي اعترف به كأقوى لاعب إنجليزي في الشطرنج، وكانت نتيجته 6 خسارة و4 تعادل، وفاز بدوين في دور وحيد. ولكن شهرة بدوين سنتعرف عليها في نهاية هذا الفيديو. على أي حال هنبدأ أولا بنهاية دور ملك وبيادق، وحنسأل السؤال المعروف، هل هي صعبة أو سهلة؟ في الموقف اللي أمامنا الأبيض لديه بدائين مستعدين للترقية، ولكن الملك الأسود في موقع رائع بيمنع البدائين من التقدم، ولذلك لابد من مساعدة الملك، ولكن هذه المساعدة لابد أن تكون في منتهى الدقة. على أي حال الأبيض يقترب بالملك كينج اف 4، والأسود ليس لديه غير التردد بين المربع جي 7 والمربع اتش 8، والملك الأبيض بيستمر في التقدم كينج اف 5 كينج اتش 8. والآن الملك الأبيض لديه 3 اختيارات، بالطبع لو ذهب للمربع اف 6 سينتهي الدور فورا بالتعادل، لأن الملك الأسود سيكون في حالة مات مخنوق. وإذا اختار الذهاب إلى المربع اي 6 ستكون إضاعة للوقت، لأن الأسود حيلعب كينج جي 7 والأبيض بيستمر في التقدم بكينج اي 7 كينج اتش 8، والأبيض لم يصل إلى شيء لأنه مثلا لو اقترب بكينج اف 7 سينتهي الدور فورا بالتعادل مات مخنوق. ولذلك النقلة الصحيحة هي كينج جي 5، والأسود مستمر في لعب كينج جي 7، وهنا بتجي أحد النقلات المفتاح، يا ترى ايه هي؟ الأبيض هيلعب ببساطة اتش 8 كوين تشيك. الأبيض بيضحي بالبيضة في سبيل أن يبعد الملك إلى المربع اتش 8، والآن الأبيض لديه طريقتين للفوز، إما الذهاب إلى المربع اف 6 أو الذهاب للمربع اتش 6. إذا ذهب مثلا للمربع اتش 6 الأسود ليس لديه غير كينج جي 8، والآن الأبيض يلعب النقلة الفائزة جي 7. البيضة بيحاصر الملك وليس لديه غير نقلة وحيدة وهي كينج اف 7، وهنا الملك الأبيض بيوصل للمربع السحري اتش 6 وبيأمن مربع الترقية، والنقلة القادمة هيرقي ويفوز. والآن هيا نتعرف على نهاية أخرى ربما مشابهة للنهاية السابقة. الموقف اللي أمامنا ربما مشابه للموقف السابق، الأبيض لديه ملك وبدائين، ولكن الوصول للفوز يتطلب بعض المهارات. على أي حال الأبيض بيبدأ بجي 7، والملك الأسود ليس لديه غير مربع وحيد وهو الاتش 7، وهنا الأبيض لابد أن يلعب بدقة، فإذا مثلا حاول الفوز سريعا بكينج اف 7 وبيأمن مربع الترقية هيجد ان الموقف انتهي بالتعادل، لان الملك الاسود مات مخنوق. بينما اذا لعب النقلة الطموحة جي 6 تشيك على امل ان يبتعد الملك الاسود ويستطيع الترقية والفوز، الا ان الاسود بيلعب ببساطة كينج جي 8، والاسود بيوصل لموقف تعادل لان لا توجد اي نقلة بالبيادق، ولابد للملك الابيض بالابتعاد،
والاسود بيلعب سعيدا كينج جي 7، وبنصل لموقف تقليدي معروف بانه موقف تعادل بين الطرفين. ولذلك بدلا من النقلات الطموحة لابد من نقلة تكتيكية بارعة، يا ترى ايه هي؟ الابيض بيلعب النقلة الرائعة جي 8 كوين تشيك. الابيض بيضحي ببيدق في سبيل ان الاسود ياخده، وهنا الملك الابيض بيلعب سريعا كينج جي 7، والملك الابيض في الصف السادس ووراءه البيدق، وسواء كانت النقلة له او النقلة للاسود فانه بيفوز في كل التفريعات. فمثلا اذا الاسود ذهب الى العمود F، الابيض بيصل للمربع H7 ويأمن مربع التعادل، واذا الاسود لجأ للعمود H، الابيض بيصل للمربع F7 وبيأمن مربع الترقية وبيفوز في كل التفريعات. فمثلا كينج H7 G6 تشيك، كينج H8 G7 تشيك، والملك الاسود يجيء للمربع H7 والابيض يرقي ببساطة ويفوز. والان نصل للسؤال التقليدي، هل هذه النهايات صعبة ام سهلة؟ والان حان الوقت لكي نرى الدور الممتع لسامويل بدوين، وربما الكثيرين لا يتعرفون على الاسم، ولكن في نهاية الفيديو سيرى معظمكم انه يعرف هذا الاسم جيدا. ولحل هذا اللغز هيا نرى الى النهاية. بادن بيلعب بالاسود والابيض شولدر بدأ بE4 E5 نايت F3، وهنا بدوين لعب D6. دي النقلة المميزة لدفاع فريدور، وده دفاع كان منتشر كثيرا في تلك الايام وبيؤدي الى موقف صلب بالاسود. والنقلة المعتادة للابيض هي H3، او ربما النقلة الافضل هي النايت C3، ولكن الابيض لعب نقلة متوسطة C3. بيحاول يلعب D4 ويضغط على الوسط، ولكن الاسود كان اسرع ولعب F5، والاسود بيبدأ في الضغط على البيدق الE4، والابيض لعب نقلة خبيثة بيشوب C4. بيترك بيدق الE4 على امل ان الاسود ياخده، وهنا الابيض هيكمل بالنقلة القوية نايت تيكس E5، وبيسترجع البيدق وطالب نايت F7 بشوكة للوزير والرخ. ولو الاسود اخد الحصان، الابيض بيفوز فورا بكوين H5 تشيك، والاسود اذا دافع بالنقلة G6 بيخسر فورا بكوين تيكس E5، بكش للملك وطالب الرخ والابيض بيفوز. بينما اذا دافع بكينج E7 سيتلقى المات في نقلتين بكوين تيكس E5 تشيك، كينج D7 كوين E6 تشيك ميت. ولذلك افضل دفاع هو كينج D7، والابيض هيقبل بكوين تيكس E5، طالب كوين E6 تشيك، وبعد كوين F6 الابيض بيفوز ببيدق اخر، والابيض في موقف هجومي مستمر رغم ان لديه بيدقين امام القطعة الصغيرة. على اي حال بدون لم يأخذ البيدق، بل اكمل ببساطة نايت F6 وبيكثف الضغط على بيدق الE4، والابيض كمل D4 FE4 طالب الحصان، D takes E5 طالب الحصان الاخر، وبدوين كمل E takes F3 E takes F6. وصلنا الى موقف متعادل ماديا، واذا الاسود حاول الفوز ببيدق ب F takes G2 طالب الرخ، الابيض حيصل لموقف افضل ب F7 تشيك، كينج D7 كوين G4 تشيك، كينج C6 كوين تيكس G2 تشيك، وملك الاسود في موقف سيء، والابيض لديه بيدق في الصف السابع شوكة في حلق الاسود، وبالطبع موقف الابيض افضل كثيرا. ولذلك بدون لم يأخذ البيدق بل كمل كوين تيكس F6، ودلوقتي بيهدد باخذ بيدق G7 وتهديد الرخ. والابيض لو اخد بالوزير، الاسود هيكسر الوزيرين وهيتم تدمير بيادق جناح الملك. ولذلك الابيض كمل G takes F3 نايت C6. لاحظ ان الوزير اسير لحماية البيدق، ولذلك لعب F4 ليستطيع التحرك بالوزير، ولكنه بيغلق الوتر الهام امام فيل C1،
واذا قيمنا الموقف اللي وصلنا له هنجد ان قطع الاسود اكثر نشاطا ومتفوق في التعبئة، بينما هيكل بيادئ الابيض تم تدميره في جناح الملك، والاسود افضل كثيرا. والاسود كمل في تعبئته ببيشوب دي 7 بيشوب اي 3. الاسود مستعد للتبييت في جناح الوزير، بينما الابيض لا يستطيع التبييت في جناح الملك، ولذلك الابيض بيمهد للتبييت في جناح الوزير. والاسود اكمل في سهولة كاسل لونج، نايت دي 2، روك اي 8. الاسود في طريقه لاكمال تعبئته، والرخ محتل العمود المفتوح، والملك الابيض اصبح في خطر، ولذلك لعب كوين اف 3، والملك الابيض اصبح مستعد للتبييت، رغم ان الاسود لعب بيشوب اف 4 وبيهاجم المربع بي 1، ولكن ده لن يمنع الابيض من التبييت في جناح الوزير، لان الملك لم يتخطى مربع مضروب، بينما الرخ تخطى المربع بي 1 المضروب بالفيل، ولكن هذا لا يمنع التبييت قانونا. ولكن هذه النقلة كانت وبالا على الابيض لانه سيخسر فورا. يا ترى ايه هي نقلة الاسود الفائزة؟ الاسود لعب ببساطة دي 5. الاسود بيضحي ببيدق، ويستطيع الابيض ان يأخذ البيدق سواء بالفيل او بالوزير، او ربما يتراجع بالفيل الى موقع امن، ولكن كل هذا لن يجدي نفعا، والابيض لابد ان يخسر قطعة. وستعرف بنفسك لماذا هذه النقلة قاتلة. على اي حال في الدور الابيض اكمل بالنقلة بيشوب تيكس دي 5، وهنا تلقى عقابه فورا وسريعا. يا ترى ايه هي النقلة القادمة؟ بدو اللعب نقلته الخالدة كوين تيكس سي 3 تشيك. الملك ليس امامه اي مربع امن، ولذلك لا يوجد غير اخذ الوزير، وهنا بتظهر اهمية النقلة دي 5، لانها فتحت الوتر امام فيل المربعات السوداء، وبدو نكمل بيشوب اس 3 تشيك ميت. وهذا الموقف ستجده كثيرا في كتب التكتيك، وهو احد النماذج المعروفة والمشهورة للكش مات، ويسمى كش مات بدوين التي خلدت اسمه دائما. وقبل ان نغادر لابد ان نعود الى هذا الموقف، وبعد ان عرفت نوايا الاسود هل تجد ان للابيض اي فرصة لعدم خسارة قطعة؟ لا اظن انك ستجد. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.